الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. نحن الآن في جمهورية ليبيريا، ومع مشروع من المشاريع الحيوية التي تمس الحاجة إليها، والمشروع الذي جاء ليخفف من معاناة المسلمين في هذه الظروف الصعبة، ظروف تداعيات كوفيد 19. ونحن الآن مع مشروع زكاة الفطر 2020 1444 هجرية، والمشروع تابع لجمعية آفاق الخير الكويتية لتنفيذ جمعية أهل السنة الخيرية في ليبيريا. وفي هذه المنطقة تم توزيع على بعض الأسر هنا، كما أن جزءا من المشروع نفذ في منطقة بانغا على يد شيخ عبد المجيد، كما أنه نفذ جزءا من المشروع في منطقة ماجيبي كاكاتا على يد مندوب الجمعية شيخ حبيب كمارة. وهذا المشروع يجب أن نوزعها. نشكر الله عز وجل، ثم نشكر القائمين على جمعية آفاق الخير الكويتية، ونشكر كل من ساهم في سباق الخير في دولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.